لكن قديروف يقول عكس ذلك بأن القوات الروسية ستكون داخل المصنع قبل الغداء أو بعد الغداء بحسب قوله من الرئيس الشيشاني رمضان قديروف. هل باعتقادك اليوم؟ تفضل. نعم، ولكن أعتقد بأن كلام الرئيس الشيشاني رمضان قديروف هو لا يمثل يعني بشكل عام رؤية الكرملين في أوكرانيا، لأنه كان يريد مثلا كي تتقدم القوات الروسية نحو كييف، ورأينا بأن الكرملين لا يريد ذلك الآن، لأنه الهدف الأساسي كما قلت هو مشروع نوفاروسيا في قلب أوكرانيا أو في شرق أوكرانيا، هو يعني الآن تأمين هذه المناطق ودعم الانفصاليين جمهوريتين دونيتسك ولوغانسك. نعرف أن يتم الآن القوات الروسية تقاتل بجانبهم، وأيضا هناك قوات الرئيس الشيشاني رمضان قديروف التي الآن هي في الجبهات الأولى الأمامية التي تقاتل القوات الأوكرانية. ولذلك الآن كما قلت يعني بسبب أعتقد بأن حتى الإعلام الروسي قال بأن هناك تخبط في الاستراتيجية الروسية في أوكرانيا بشكل عام، يعني لأنه كان الهدف الأساسي كييف والآن توجه نحو يعني شرق أوكرانيا. أعتقد بأن هذا هو أيضا يعني خطة A وخطة B، يعني لأنه الآن الهدف الأساسي كما قلت شرق أوكرانيا وليس كييف، يريدون السيطرة قدر المستطاع على شرق أوكرانيا قبل 9 مايل، عيد النصر في روسيا عيد مهم، ويعني هذا الشيء سوف يعطي انطباع ويزداد بسببه سوف تزداد شعبية الرئيس الروسي فلاديمير.